انا يعني في تقرير كان مهم جدا لموقع اضاءات اقتبس جزء من مقال للكاتب المصري الراحل وحيد حامد اللي كان بعنوان تبرعه لإهانة مصر، كان بيقول على هذه المؤسسات الخيرية بكل أنواعها أن تعلن صراحة عن حجم التبرعات التي تأتيها سنويا أو شهريا، وكذلك حجم الأموال التي يتم إنفاقها على هذه الإعلانات المصدرة للكآبة وزرع جذور اليأس والإحباط، حيث إن الأمم المريضة لا تنهض. وبيتكلم على موضوع الأطباء بيشتغلوا بأجر ولا هم متبرعين، إيه هي أجورهم، إيه هي أجور العاملين، وهل هي عادية أم مبالغ فيها. الحقيقة دكتور النقطة دي شريف أبو النجا اتكلم عنها مبارح بنوع من المن والأذى، يعني هو قال الدكتور بياخد 40,000 جنيه، أنا ما ينفعش أقول مرتبه، أنا لو خرجت وقفلت المستشفى هشتغل الكشف بتاعي ب2000 جنيه فاحمده ربنا. وبعدين قال كلمة غريبة جدا إنه اللي بيراقب التبرعات بتاعة المستشفى ربنا. إيه رأيك في الجزء ده؟ الآن كانت نقطة خطيرة فعلا، وأشار لها الكاتب وحيد حامد في 2018 إن لابد من وجود الجهاز المركزي المحاسباتي يتابع أولا التبرعات يمكن مصادرها ومصادر والإنفاق فيها. يمكن عندنا الحقيقة يمكن ده بيحدده قانون طلع عندنا في 2017 اللي هو قانون الجمعيات الأهلية، وهو بيتكلم على فعلا على مصادر التبرع وطرق الإنفاق، ولكن هذا غير واضح تماما فيما يتم تداوله من خلال المستشفى 57 53 54. وانا في نقطه ثانيه امبارح اشار لها الدكتور شريف، الحقيقه بيقول ان هو عنده مستوى اداره على اعلى مستوى على العالم. الحقيقه انا براجع الهيكل الاداري او الهيكل الوظيفي، ومعليش انا بقول له الشريف ده شغلته ده تخصصي، يعني بتكلم في حاجه شغلتي طول عمري يمكن اكثر من 40 سنه بعمل في الصحه،